بسم الله الرحيم، أنا مهندس محمد أباظة، شغال في شركة كاتربيلر كوريز. طبعا ده أول تعامل ليا مع نيكون، بس لما جيت يعني الحمد لله لقيت مستوى كويس، الانستراكتور مستوى عالي جدا، نظافة التشيننج رومز كويس جدا، التنظيم حلو، وزي ما جاء في الاتفاق في حسب العيد الكورس والتشيننج كده، دي بالظبط اللي أنا كنت فيه. فالحمد لله تجربة حلوة يعني، وتجربة ليا تجربة إن شاء الله تروح بعدين بإذن الله. بس كده.